طيب أنا عاوز نحكي يعني هيك بكم دقيقة عن دور الصليب في موضوع الغفران، كيف أغفر وشو دور الصليب في الموضوع ده؟ هو الغفران شقين، شق إرادي وشق مشاعر. الإرادي هو أنا عايز أسامح ولا لا، والمشاعر أنا مجروح وموجوع أروح فين بالوجع. فمن التفكير الخاطئ إن أفتكر إن اللي ده جرحني هو اللي لازم يعالجني، نيفر. ربنا يسيبنا نتذل لبعض. إذا أنت مش عايز تسامحني أفضل أنا مجروح؟ لا طبعا، أنا لازم ربنا يحط الشفاء بيني وبينه هو، أو يكون الشفاء متاح مش في إيد اللي جرحني، لأن جرحني يمكن ما يعرفش يشفيني، مش يعرف يعالجني. فنمرة واحد إن أنا أروح للي بيعالج، أنا اتعورت أروح المستشفى مش أروح للي ضربني. فإحنا في المنظور بنعرف نعملها، واحد عورني بروح المستشفى، لا إحنا في النفس بقى اللي عورني خد عليك إيديك صلح العظمة، مش هيعرف يصلح. فعشان كده لازم نروح مستشفى الصليب في صلوات الصليب. حبيت الكلمة مستشفى الصليب. مستشفى الصليب. أقتل أوجعنا بألامك المحيية الشافية.